nama semalam kan? Syarifah je. Dah baca lah semalam. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أبينا عمر بن سعد إلى جد وظالم أسقط ولا أسيب بن جهري وإلى ابن عمر بن أبو بكر محمد أيمن أيزاب بن علي مستورة بنت أحمد خير الأزور بن طه يوسف بن عبد الكسيم كسيم بن سلوم محمد يوسف بن كسيم محمد زين بن كسيم حجي محمد يوسف بن سليمان حجه زبيدة بنت تائب عبد الغني بن حسن زينال بن محمد يوسف Muhammad Talha bin Muhammad Yusuf, Hajah Nyanci binti Muhammad Yusuf, Hajah Jamilah binti Muhammad Yusuf, Rozaimi binti Abdul Ghani, Mat Saki bin Majid, Ros binti Ahmad, Syafi'i bin Osman, Hajah Rahmah binti Muhammad Yusuf, Ibrahim bin Peral, Ciyah binti Amin, Nur Aini binti Syafi'i, Abdullah bin Asir, Aisyah bin Cik Samak, Fatimah Wading, Mutalik bin Abdul Rahman, Zubaidah Husin, Amir Hamzah bin Haji Abdul Hamid, Haji Abdul Hamid bin Ali Bas, Yusuf bin Haji Osman, Sagat bin Jeton, Rasunah binti Sayuti, Muhammad Idham bin Syahrizal, Nur Asmira Adha binti Ahmad Tarmizi. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهيا وعليها نموس وعليها نبس إن شاء الله من الآمنين سر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على أمرك ورسولك سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين فرج عنا والمسلمين ربنا أتمنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعوان فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.